متابعينا الكرام، أهلا بكم من جديد. كشفت صانعة السيارات البريطانية ماكلارين عن سيارتها سينا بي 15 وتعرف باسم سينا، حيث سنطرح لكم أبرز 10 معلومات عن هذه السيارة وهي كالتالي. 1. اسمها مأخوذ من إيرتون سينا سائق فورميولا 1 الأسطوري. 2. تأتي بشاصيه بألياف الكربون تم تطويره بشكل يجعلها خفيفة للغاية، فوزنها 1198 كيلوغرام. 3. تمتلك ديناميكيات هوائية نشطة هي الأكثر تقدماً، وأبرزها هو ذلك الجناح الخلفي الضخم. 4. ماكلارين سينا تحظى بتجهيزات سيارات السباق وهي موجهة للمضمار، إلا أنها قانونية تماماً على الطرقات العامة. 5. لديها محرك تيربو مزدوج 4 لتر 8 سلندر بقوة 800 حصان مع جير ذي مقبض مزدوج بسبع سرعات مع نظام دفع خلفي. 6. تنطلق حسب التوقعات من 0 إلى 100 كيلومتر في أقل من ثانيتين ونصف مع سرعة قصوى تتجاوز 320 كيلومتر في الساعة. 7. نظام فرامل سينا تقول ماكلارين إنه الأكثر تطوراً في العالم، حيث إن أقراصها كربون سيراميك والتقنيات المستخدمة بها تنتمي لسيارات السباق. 8. الأبواب تفتح للخلف كما نرى، والمقصورة عالية التقنية تم بناؤها بألياف الكربون، مع ذلك فالمساحة محدودة للغاية بداخل سينا وبالكاد ستكفي السائق والراكب. 9. مقرر أن يكون إنتاج ماكلارين سينا محدوداً على 500 نموذج. 10. سيكون سعرها ما يعادل 3.7 من 10 مليون ريال، ولكن بالطبع وكما هو معتاد فقد باعت الشركة البحرينية السعودية كافة نسخها بالفعل. لمزيد من الأخبار والتقارير زوروا موقعنا على شبكة الإنترنت المربع .net، ولا تنسوا الاشتراك في القناة. إلى اللقاء.